مشاهدينا الكرام، بنجدد التحية لحضراتكم في رأي عام. على مدار السنوات الماضية تفاقمت الأوضاع سوءا في القارة السمراء، وتنامت ظاهرة الإرهاب والنزاعات الداخلية بشكل كبير، ده إضافة إلى وجود جذور راسخة للفساد في دول إفريقيا. اليوم انطلقت فعاليات القمة 30 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا تحت شعار الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول إفريقيا. مصر بتشارك في القمة بوفد يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستعرض تجربة مصر في مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، إلى جانب ترأس مصر أيضا اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي لمناقشة موضوع المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا. وبالتأكيد ملف المياه حاضر في مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية سفير بسام راضي عن اجتماع ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان لمناقشة سد النهضة وتطورات الوضع في ملف المياه بعد التوترات التي شابت الأجواء في الفترة الأخيرة من رفض إثيوبيا طلب مصر بمشاركة البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات. وأيضا التوترات مع الجانب السوداني، هل تنجح القمة الإفريقية والاجتماعات التي تنعقد على هامشها في احتواء أزمات القارة والتوترات وخصوصا في ملف سد النهضة؟ ده هو محور نقاشنا مع ضيفي الكريمين في الاستوديو، سيادة اللواء حاتم بشات عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب وعضو البرلمان الإفريقي، أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أيضا الأستاذ رمضان قراني مدير تحرير دورية أفاق إفريقية صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، أهلا بحضرتك يا فندم. لكن خلينا مشاهدينا قبل ما نبدأ يعني النقاش حول هذا الموضوع نشوف التقرير التالي ثم نعود لحضراتكم. انطلقت صباح اليوم فعاليات القمة الإفريقية 30 التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جدول الأعمال يتضمن مجموعة من القضايا على رأسها الإرهاب والنزاعات والإصلاحات المؤسساتية ومواجهة الفساد. ويستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة التجربة المصرية في مكافحة الفساد وفرض الإصلاحات المؤسساتية بالدولة. أزمات ونزاعات القارة من بين الأولويات التي تناقشها الدورة الحالية للقمة، وعلى رأسها الفوضى في ليبيا وإفريقيا الوسطى والمجموعات الجهادية في دول الساحل. وخلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات القمة تترأس مصر اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي والذي يناقش مسألة المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا واستراتيجيات السيطرة على ظاهرة الإرهاب في القارة السمراء. ومع زيادة حدة التوتر في الفترة الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة، أعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة ثلاثية على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي لمناقشة ملف المياه وسط توقعات باحتواء حالة التوتر التي سادت في الفترة الأخيرة بعد رفض أديس أبابا مقترح مصر بمشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات السد. من جديد برحب بحضراتكم وبالسادة الضيوف، والبداية من حضرتك سيادة اللواء، يمكن عنوان القمة النهاردة هو مكافحة الفساد، ومصر عرضت تجربتها في مكافحة الفساد، كيف يمكن أن تقدم مصر تجربة أو نموذج يحتذى به لقارة إفريقيا في هذا الصدد؟ أولا تجربة مصر مع مكافحة الفساد دي تجربة يعني جيدة، فيها إنجازات واضحة داخليا وخارجيا. حيك بدأت في البداية وقلتي أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، أنا عايز أقول أن الفساد لا يقل أهمية عن الإرهاب وهو أيضا ظاهرة عابرة للحدود، لأن عملية تصدير السلع والمنتجات بطريقة غير شرعية تبعت فساد، الإتجار في البشر، السلاح، المخدرات، الطرق الغير شرعية، كل ده أنا بعتبره فساد. يعني الفساد مش بس رشوة وتستر مسؤولين عن كذا وكذا، لا، ولكن من يقوم بهذا الهسيح؟ في دول بتقوم بهذا الفساد اتجاه دول أخرى لأغراض، وفي مسؤولين. يعني أفريقيا مشهورة بأن في قبلية، في نزاعات قبلية، والقبائل موجودة على الحدود، وبالتالي هناك فساد مستشري بين الحكومات وداخل الحكومات الأفريقية
في مثل هذه الفساد. في طبعا ظاهرة فساد للأسف قدامنا كلنا. أنا زي ما حك أنا عضو في البرلمان الأفريقي، الاتحاد الأفريقي نفسه به فساد، وده يترجم في إيه؟ يعني النهاردة في بعض الدول الأفريقية ما بتسددش الالتزامات بتاعتها، وفي ليها التزامات مادية المفروض تسددها زي باقي الدول، ولكن ما بتسددهاش. فمين بيسددها لها؟ الدول العظمى ودول كبرى ودول قوى شر. فإذا القرار الذي يتخذ بيتخذ مش من واقع الشعب الأفريقي أو شعب هذه الدولة أو الدول الأعضاء اللي ما بتسددش، أو الدول الأعضاء بالضبط، ولكن بيتخذ بشروط من الدول التي تقوم بدفع هذه المستحقات، وده قمة الفساد. النهارده أنا سعيد إن النهارده رئيس الدورة الحالية أو رئيس رواندا، على فكرة رواندا تعتبر زيرو فساد، دولة يعني في العالم زيرو فساد، وهو مقدم يعني قانون لتنظيم الهيكلة الداخلية في الاتحاد الأفريقي، وبيطالب أيضا إن يستقصب جزء من الدخل القومي للدولة بحدود حوالي 2%، ولكن للأسف يعني رفض هذا المقترح. وأنا ما أعرفش، عرفت إن برضو في النهاردة في القمة جنوب أفريقيا اعترضت في البداية على رئاسة الرئيس رواندا للمؤتمر، ما أعرفش صحة هذا الكلام إيه. أرجو إنه ما يكونش ده سبب نزاع حوالين الهيكلة، إعادة الهيكلة اللي هو القانون اللي هو حاطه. تمام. طيب أروح لحضرتك أستاذ رمضان، يعني النهاردة تم اختيار مصر لترأس الدورة المقبلة في عام 2019 الخاصة باجتماعات الاتحاد الإفريقي، إيه هو دور المطلوب من مصر يعني تقديم ورقة عمل، خلينا نقول، أو جدول أعمال من أجل تنمية وتعظيم دور القارة الإفريقية؟ الحقيقة أنا بنظر اختيار مصر لرئاسة بالإجماع من قبل الاتحاد الأفريقي وتقريبا 55 دولة أنه جزء من التعبير والتقدير لسياسة مصر في القارة الأفريقية. يعني يجب أن نلاحظ أن اتفاق الآراء أو أغلبيتها دي مسألة صعبة في المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، لكن هذا الاختيار بهذا الإجماع أعتقد أنها رسالة مهمة في اللحظة الراهنة. أنا أتصور أن السياسة المصرية في أفريقيا في السنوات الأخيرة قدمت ما يمكن أن نسميه العطاء المصري الجديد لقارة أفريقيا. إذا كانت هناك فترة الخمسينات والستينات قدمنا رسالة التحرر السياسي القارة الأفريقية، رسالة التنمية وإعادة بناء الدولة في القارة الأفريقية، أنا أتصور السياسة المصرية قدمت ما يمكن أن نسميه التنمية والتكامل الإقليمي، وكانت هذه رسالة واضحة جدا جدا في التحرك المصري في القارة الأفريقية في السنوات عدة محافل، من خلال أولا على المستوى الاقتصادي كان طرح مصر فكرة التكتلات الثلاث اللي تضم حوالي 26 دولة أفريقية ومنطقة تجارية الحرة بين تجمع السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا. استضافت مصر منتدى الاستثمار على مدار دورتين، ودي ربما في العمل الإفريقي هذه أول مرة يتم تنظيم منتدى استثماري ضخم برؤية إفريقية أفريقية. دائما لدينا المنتديات يا إما اليابانية الإفريقية، الهندية الإفريقية، الأوروبية الأفريقية، لكن هذه في العمل الأفريقي هذه أول مرة يتم طرح منتدى إفريقي بحيث توضع أجندة القرارات الإفريقية بين صانع السياسات، بين التنفيذيين، مع التشبيك مع الوكالات والمانحين الدوليين ومجتمع رجال الأعمال الإفريقي. أنا أعتقد ده جانب مهم. الجانب الثاني هو الجانب الأمني، وهو لا يقل أهمية. يعني مصر دائما تربط قضية التنمية بمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، وبالتالي ده هذا جزء مهم. يعني هي ترى أن تنمية القارة الأفريقية لا ينفصل عن ملف مكافحة الإرهاب، وبالتالي الإشارة إلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسته لمجلس السلم والأمن بالاتحاد أشار لفكرة المقاربة الشاملة، أنها تشمل بعد أمني وبعد سياسي وبعد ثقافي، والحديث عن تعاون وتشارك استخباراتي ومعلوماتي بين الدول الأفريقية. يبقى أيضا في تصوري تحمل مصر في السنتين الأخيرتين مسؤولية القارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي من خلال العضوية غير الدائمة، وبالتالي وضع قرارات أو قضايا القارة الأفريقية على أجندة القرار الدولي أتصور أنها كانت نقطة تحسب للسياسة المصرية. يضاف إلى ذلك رئاسة لجنة تغير المناخ في القارة الأفريقية. كل هذه الأمور في تصوري ساهمت في بلورة القضايا الأفريقية، وبالتالي أنا أتصور أن تركيز مصر في المرحلة المقبلة في تركيز رسالة التنمية والتكامل الإقليمي ربما ستكون رسالة مهمة من الداخل المصري للقارة الإفريقية. تمام. طيب سيادة اللواء، يعني في رأيك ما هي الآلية التي ممكن أن يتم التعاون من خلالها، أو آلية أو استراتيجية يتم وضعها للدول القارة الإفريقية للسيطرة على الإرهاب؟
هو انا مش عايز اضافه برضه للاستاذ رمضان قال ان الفتره السابقه زي ما حضرتك قلت بالظبط الاربع سنوات الاخيره اللي احنا انضمينا فيها رجعنا تاني للاتحاد الافريقي برز تماما دور مصر في الحديث باسم افريقيا في كافه المحافل الدوليه والعالميه والافريقيه. مصر عندها شفافيه وصدق وحسن نوايا، ففي ثقه كبيره جدا في الدور المصري اللي بتلعبه على دالت بالور النهارده في اختيار مصر الرئيسي. بالظبط كده، ده من ضمن الاسباب الرئيسيه. ايضا ان مصر تقريبا عندها اكبر متشارك باكبر قوات حفظ السلام في المنطقه، فده كله بيدي انعكاس قوي جدا لمصر، اصبحت قوه اقليميه استطاعت، ومعظم الدول الافريقيه ايقنت فعلا قوه مصر ودورها الكبير اللي هو استطاعت انها تصد تسونامي او نقدر نقول مارد جبار اسمه الربيع العربي عن افريقيا، مش بس عن مصر، عن افريقيا وعن حتى العالم كله زي ما السيد الرئيس بيقول، وده حقيقه. فالنهارده مصر اصبحت بالنسبه لافريقيا يعني عدنا زي الاول ويمكن اكتر كمان. الاليات اليه او استراتيجيه للارهاب، يعني انا بتصور ان يعني طبعا احنا عندنا زي ما قال السيد وزير الدفاع من حوالي شهر كده او من حوالي او كان قبل كده من سنه لما كان في مؤتمر ل 27 او 28 دوله وزير دفاع في شرم الشيخ في المؤتمر، وقال ان هننشئ اكاديميه المصريه الافريقيه لمكافحه الارهاب. دي طبعا دور كبير جدا هتقوم بيه بالاضافه الى رئاسه المجلس السلمي والامن خلال هذا الشهر. رئاسه الاتحاد الافريقي خلال 2019 برضه هتلعب دور كبير جدا. مصر عندها خبره وخبرات متراكمه في مكافحه الارهاب بجانب مكافحه الفساد، فالاثنين بيكملوا بعض. نقدر نقوم بدور تدريب وبدور يعني بعثات ممكن تروح وممكن بعثات تقدر تيجي. انا يمكن برضه حضرتك قلت البرلمان الافريقي، انا عضو في البرلمان الافريقي، والحقيقه انا انبهرت في شهر كنا في دوره في اكتوبر العام الماضي، وكان في ورش عمل عن الارهاب وورش عمل عن الفساد، فكنت مبهور ان اللي بيقيم هذه الورش والمحاضرات شباب افريقي، شباب افريقي خالص. حاجه كانت مبهره، انا يعني احنا بنتعلم منهم، وصلنا زي ما قلت حضرتك رواندا مثلا دوله زيرو فساد، فاحنا عندنا المقدره ان احنا نفيد ونستفيد، نستفيد خبرات متبادله، لان في دول النهارده ممكن نستفيد منها بمنتهى البساطه ومنتهى الوضوح. و يعني زي تجربه رواندا زيرو فساد مثلا، دي ممكن نستفيد منها. بالظبط بالظبط، يعني احنا النهارده هذه الدول الافريقيه اللي شوفي حضرتك كنا بنتكلم عليها من سنوات، النهارده بنتكلم عليها ازاي، وده واضح في بيتضح في خلال المحافل الدوليه. وبعدين احنا عندنا يعني رصيد كبير جدا في افريقيا لابد ان احنا نستغله، يعني نستغله. زمان كان عندنا يعني ايام زعيم جناح عبد الناصر كان بيتعامل مع القادة الأفارقة والدول الأفارقة والزعماء لأنهم دول عربية إسلامية، فإذا كان في حتى تقارب ما بين الرؤساء وأسرهم، وعندنا أمثلة. النهاردة الوضع يعني اختلف شوية، لأن احنا بعدنا الفترة السابقة عن أفريقيا بفعل فاعل غير مقصود. فالنهاردة عندنا النهاردة الوسائل وعندنا الأساليب وعندنا نبتدي نلعب دبلوماسية اقتصادية دبلوماسية تجارية بجانب الدبلوماسيه الرئاسيه اللي بيقوم بيها سياده الرئيس. احنا اول مره بنشوف رئيس مصري بيقوم بزياره اربع خمس دول في جوله واحده وبيبات في هذه الدول، الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده. فالنهارده عدنا سريعا، ده الحقيقه الرصيد اللي يعني استخدمه سياده الرئيس، الرصيد السابق لينا في القاره الافريقيه، ودي المكافآت اللي احنا خدناها بنى عليه اللي فعلا مكافاته ظهرت النهارده في اختيار مصر هي رئيس الدوره المقبله ان شاء الله. طيب استاذ رمضان، من بين الملفات الرئيسيه على طاوله المباحثات في القمه هي مساله مكافحه الارهاب زي ما قلنا العابر للحدود، ده اللي مصر بتناقشه فعلا خلال ترأسها لجلسه مجلس السلم والامن الافريقي، هل مطلوب ايضا زي ما قلنا يكون هناك اتفاقيه استراتيجيه اليه شامله ما بين دول افريقيا يتم الاتفاق عليها في مكافحه الارهاب؟ اعتقد ان الفتره الاخيره اصبحت قضيه الارهاب قضيه افريقيه، وهذا على غير النمط الافريقي المعتاد. يعني افريقيا حتى التسعينات لم تكن تعرف ظاهره الارهاب، وللاسف الارهاب جاء الى افريقيا من المحيط الشرق اوسطي، هم احيانا يتهمون جاء من المحيط العربي والاسلامي، ان احنا مصدرين للاسف. يعني اللحظه الراهنه على ارض الواقع انت تقريبا في القاره الافريقيه حزام ارهاب يحيط بالقاره الافريقيه،
شباب المجاهدين في الشرق في الصومال، جيش الرب في أوغندا، بوكو حرام في نيجيريا، القاعدة وفي شمال أفريقيا، داعش وهذا هو المتغير الجديد. وبالتالي أنت أمام متغير جديد على الساحة الإفريقية. هذا المتغير خطورته أيضا لا تتعلق بتنوع وتعدد التنظيمات، ولكن التشبيك اللوجستي والتشبيك المعلوماتي بين هذه التنظيمات، يعني حتى الأدبيات الأيديولوجية لهذه التنظيمات السياسية. هناك اختلاف كبير جدا بين داعش والقاعدة، هناك اختلاف كبير بين بوكو حرام وشباب المجاهدين على المستوى الأيديولوجي، لكن على أرض الواقع نجد للأسف تنسيق متماثل تعاون مشابه. يعني حتى يعني مثلا في بوكو حرام اكتشفوا أنه يأتي إليها دعم من القاعدة في شمال أفريقيا. بالتالي داعش للأسف هناك كلام أن بعض الفصائل داخل شباب المجاهدين أعلنت مبايعة داعش في الصومال. فإذا أنت أمام متغير خطير، أن هي فكرة إذا 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 تشابكت هذه التنظيمات وتوحدت بشكل أو بآخر نصبح أمام مهدد رئيسي من مهددات القارة. وبالتالي القارة الأفريقية أمام هذا التحدي المهم والتحدي الرئيسي. وربما كانت هذه النقطة من النقاط التي تنبه لها الاتحاد الأفريقي عند صياغته أجندة 2063 إلى الأجندة الخمسينية للاتحاد الأفريقي، والتي أقرتها قمة 2013 في الحديث عن قارة آمنة، قارة تواجه ظاهرة الإرهاب بشكل تنموي. وبالتالي هنا الدور المصري، أنا في تصوري الدور المصري كما تفضل سيادة اللواء يعني أشار لنقطة مهمة، فكرة التدريب وفكرة التشارك المعلوماتي والتشارك الاستخباراتي، هذا مهم جدا جدا. أنا في تصوري أيضا مصر لديها أعطاء آخر يستكمل هذا الجانب، وهو فكرة المقاربة الشاملة اللي هي تتعلق أولا بالربط بين التنمية والإرهاب، وأن تنمية القارة الأفريقية بدون مواجهة الظاهرة الإرهابية لن يؤتي ثمره. الجانب الثاني يعني الجانب بالضبط الاثنين مكملين لبعض. والجانب الثاني يتعلق بالبعد الثقافي فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب، وهنا يأتي دور الأزهر الشريف. تصور أن الأزهر الشريف له رصيد من التاريخ والميراث الحضاري في قارة أفريقيا باعتباره نموذج للإسلام المعتدل والإسلام الوسطي. أعتقد أن احنا من الممكن أن نفعل دور الأزهر الشريف في المرحلة المقبلة على مستوى القارة الأفريقية، خاصة في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة. وربما الأزهر بدأ في السنوات الأخيرة فكرة مركز لرصد الجماعات التكفيرية والجماعات الإرهابية في العالم ومنها أفريقيا. يعني حتى ما يميز مرصد الأزهر أنه يتم رصد تلك الجماعات باللغات الأفريقية، سواء الهوسة والفلاني أو اللغات السواحيلي، من خلال باحثين متمكنين من هذه اللغات بجانب تمكنهم من الأدوات الشرعية للتحليل. وبالتالي أنا أتصور الجانب الثقافي والوسطي يمثل بعد مهم جدا. مصر لديها على مستوى البعد أمني سياسي ثقافي بالضبط، حتى على المستوى السياسي مصر لديها مبادرة داخل الاتحاد الأفريقي، وهي تتعلق بإنشاء وحدة لدعم الوساطة والوقاية من النزاعات. يعني فكرة استباق النزاع، فدي مسألة يعني جديدة على العمل الأفريقي. دائما نحن نتحرك أو الاتحاد الأفريقي يتحرك بعد وقوع الصراعات أو النزاعات. أتصور أن مصر من خلال رصيدها داخل القارة الأفريقية، وهنا لدينا نقطة مهمة أو ميزة نسبية مصرية، مصر ليس لديها رصيد استعماري في القارة الأفريقية. وبالتالي حينما تطرح على الأشقاء الأفارقة مقترحات أو رؤى، هي دائما تنطلق من أرضية أفريقية أفريقية. وبالتالي فكرة هذه الوحدة لاستباق حل النزاعات مع الطرح المصري اللي هو إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، أتصور أنها نقطة مهمة جدا ولديها قبول. ولدينا حتى تجربة، المركز القاري الإقليمي لتسوية النزاعات يلعب دور في التدريب الشرطي والتدريب الأمني وحتى التدريب مع مختلف الفئات والكيانات الأمنية في دول القارة الأفريقية. سيادة اللواء، يعني امبارح كان أو انعقد لقاء ثنائي ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره أيضا الرئيس السوداني عمر البشير. وزير الخارجية أو عفوا السفير السوداني قال أنه هذا اللقاء كان بيتسم بكثير من الشفافية والإيجابية، تعليق حضرتك إيه؟ الحقيقة يعني هناك لقاءات متعددة حدثت ما بين الرئيس البشير رئيس السوداني، وبنطلع في الاخر بهذه هذه التعليقات هذا التعليق. ولكن فانا ارجو يعني ان يكون في هذه المره في صدق وفي شفافيه حقيقي. بس دعيني اقول لحضرتك حاجه، يعني انا عشت في السودان فتره، كنت قنصل عام هناك ولي اصدقاء حتى هذا اليوم في مختلف الاتجاهات. وانا بتصلني يمكن يوميا بصفه يوميه الصحف الاخبار السودانيه يوميا بشكل يومي، يعني في منهم من يهاجم وفي منهم ملتزم زي الصحف المصريه، لان النهارده احنا الصحف المصريه ملتزمه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان العلاقه المصريه السودانيه انا بشبهها بانها
زي مجرى نهر النيل. ممكن نهر النيل يفيض، ممكن يجف، ممكن لون النهر يتغير، ولكن المجرى ثابت في اتجاهه. هو ده العلاقة ما بين مصر والسودان. الحكومات ما هياش النهاردة بائدة، يعني الحكومات النهاردة موجودة ممكن بكرة ما لهاش، محدش عارف ايه اللي بيحصل يعني. فالنهاردة العلاقة الشعبية موجودة، وعشان كده يعني انا بتفق برضو مع حضرتك ومع الكلام اللي حضرتك قلت، ان الازهر له دور كبير جدا، القوى الناعمه ليها دور كبير جدا، ولازم القوى الناعمه والدبلوماسيه الشعبيه تلعب دور في هذا الاتجاه. ولكن يعني احنا نتمنى ان اللقاء بتاع النهارده ده يكون له بصمه وصدى في اللقاء المرتقب اللي احنا منتظرينه. انا بعتبره ده اهم لقاء هيكون في هذه القمة، اللي هو اللقاء الثلاثي ما بين الزعماء الثلاثة مصر. طيب في الإطار ده يا فندم، يعني السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه هيكون هناك لقاء ثلاثي غدا ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السودان وأيضا رئيس إثيوبيا لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة. في اعتقاد حضرتك يعني كيف يمكن التوصل إلى صيغة نهائية تضمن لمصر حقوقها المائية؟ والله أنا شخصيا متفائل جدا من هذا اللقاء، لأن هو الرئيس الوزراء الأثيوبي كان قال إن في دعوة لعقد هذا الاجتماع على هامش طبعا المؤتمر الأفريقي. والنهارده يعني في برضه تصريح مهم جدا، إن النهارده أثيوبيا تراجعت عن معارضتها لمشاركة البنك الدولي، ودي نقطة إيجابية جدا جدا حقيقة. أنا سعيد بهذا الخبر، يعني ده يعني تاني خبر سعيد النهارده بعد تولينا منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي. فأنا أرجو إن يكون ده يكون بادرة خير، ويمكن اللقاء اللي تم ما بين وزراء الخارجية السيد وزير سامح شكري و هي خلاص رجعت بالفعل عن موقفها لرفض البنك الدولي. ده النهارده خبر يعني اتضح شوية. طيب في السياق ده هسألك يا أستاذ رمضان، يعني هل ما حدث من إثيوبيا في رفض مشاركة البنك الدولي في الفترة المنصرمة يعني كان محاولة للتسويف أو للتأجيل ربما في المناقشات الخاصة في ظل استمرار بناء السد؟ هو يجب أن نشير لنقطة مهمة، أن دائما إثيوبيا منذ البداية مسار المفاوضات قائم ومسار بناء السد قائم. يعني لم تكن إثيوبيا في يوم من الأيام أنها ستوقف بناء السد من أجل المفاوضات. وحتى مصر عندما دخلت المفاوضات كانت القضية واضحة لها أن الأساس أن القضية بالأساس الدخول في التفاصيل الفنية لتشغيل السد. ربما نصوص اتفاق إعلان المبادئ 2015 كانت تركزت بشكل كبير على فكرة هذه المبادئ، وتحديدا ما يتعلق بالآلية التنسيقية لتشغيل سد النهضة. وبالتالي الأسبوعين الأخيرين حصل ملابسات كثيرة، يعني زيارة دسالين كان المتوقع، الكل كان يأمل أن خلال في القاهرة يتم الإشارة إلى الموقف الإثيوبي بشكل واضح من اقتراح البنك الدولي، لكنه لم يقدم إجابة قطعية، بل أنه أشار بشكل واضح إلى أنه سيتم المشاركة والتشاور مع الطرف السوداني. وأنا أتصور دي كانت نقطة مهمة. لماذا؟ لأن حتى الوقت وقتها كان هناك إشارات سودانية أن مصر لم تعرض علينا مقترح البنك الدولي، فإذا برئيس الوزراء الإثيوبي يقول لا إن المقترح مقدم من قبل مصر ويتم مناقشته ثلاثيا. وبالتالي أنا شايف أن الطرف الإثيوبي يميل إلى أن المفاوضات تكون داخل اللجنة الفنية الثلاثية، وهو يميل دايما حتى فكرة البنك الدولي. هو في يعني حصلت تسريبات إعلامية أن إثيوبيا رفضت، ثم خرجت الخارجية الإثيوبية وأعلنت أن هذا الأمر لم يصدر بشكل رسمي عن وزارة الخارجية، ومن ثم ما أشار إليه السيد اللواء بخصوص حلحلة في الموقف الإثيوبي. هم يميلون إلى فكرة أن يكون الأمور داخل اللجنة الثلاثية. يعني هو برضه في نقطة أنا أعتقد أن القمة ستسهم في إزابتها، ألا وهي دعنا نتفق ان القضيه مسار سياسي بامتياز اكثر منه مسار فني. يعني القضيه بالنسبه لاثيوبيا مسار سد النهضه مسار سياسي بامتياز، ربما يغلفه الجانب الفني. وبالتالي انا اتصور ان وجود فكره البنك الدولي هو ليس وسيط سياسي، هو الطرح المصري يقوم بالاساس على انه وسيط فني يقدم الخبرات الفنيه، يقدم الدراسات التي تدعم عمل المكتبين الاستشاريين الدولية. يعني حضرتك تقصد تقول بما انه هو يعني وسيط فني مش وسيط سياسي فمفيش مشكله ان يكون هناك حلحله في الموقف الاثيوبي. حلحل. لكن اثيوبيا دائما تريد ان تكون المساله من خلال اللجنه الثلاثيه. تمام. وانا اعتقد الحلحله في الموقف الاثيوبي سيتبعها بطبيعه الحال
موافقة سودانية حول الموقف من البنك الدولي. يعني التجربة تقول ذلك بشكل واضح في الآونة الأخيرة. وأنا أعتقد أن يعني إذا قدر مقترح البنك الدولي استمراره ونجاحه أعتقد ده هيفيد مصر بشكل كبير سواء على المستوى الفني أو فكرة السوابق بمعنى أدق، يعني فيما يتعلق بسوابق البنك الدولي في قضية الإخطار المسبق، قضية عدم إحداث الضرر، أتصور أنها قضية ستكون مهمة. وبالتالي كما تفضل سيادة اللواء، يعني القمة غدا أنا أتصور أنها ستكون حاسمة في مفاوضات سد النهضة، إما العودة لطاولة المفاوضات أو لا قدر الله يعني يتم التفكير في بدائل أخرى تستكمل المسار التفاوضي. طيب يعني خلينا نخرج عن هذا السياق او عن هذا النص تحديدا. يمكن لدينا مصادر لبرنامجنا بتقول انه الاستاذ مصطفى موسى رئيس حزب الغد هيتقدم باوراق ترشحه غدا، وانه يعني هينهي اوراق ترشحه وسوف يقوم بتقديمها للهيئه العليا للانتخابات. تعليق حضرتك ايه فندم على هذا الخبر؟ والله يعني هناك ترحيب طبعا بترشح اي مصري تنطبق عليه الشروط لخوض المرحله الانتخابيه، ويعني حاجه كويسه، يعني ده اثبات لمسار الديمقراطيه في مصر. ولان طبعا الفتره الاخيره احنا سمعنا طبعا شويه انتقادات من الخارج ومن الداخل، فطبعا دي حاجه كويسه يعني ان احنا ننتظر ان في مرشحين يرشحوا، يعني في بعض المرشحين انسحبوا لاغراض خاصه، وده طبعا شيء يعني احنا غير مقبول، يعني احنا نتمنى ان المساحه تبقى مفتوحه للجميع، ومصر مليانه يعني مليئه بالكفاءات يعني نتمنى ان يكون ده خبر حقيقي فعلا ويتم. هل ممكن انه ياخد التسكيت ال 30 عضو في البرلمان اللي ما وقعوش على استمارات لحد؟ والله وارد وارد، يعني ممكن، يعني في بعض النواب لسه ما حطوش تزكياتهم ممكن، وده برضو يعتبر يعني اسلوب متحضر يعني. تمام. طيب بالعودة مرة أخرى لحديثنا يا فندم، يعني الرئيس السيسي عرض تقرير عن حالة السلم والأمن في إفريقيا في ضوء تولي رئاسة أو في ضوء تولي مصر لرئاسة المجلس، وأيضا تقرير عن مبادرة إسكات البنادق اللي صدرت عن القمة الأفريقية السنة اللي فاتت لإنهاء النزاعات بحلول عام 2020 زي ما ذكرنا في البداية. هل يعني ممكن أن يتم تطبيق ده بآليات ما على أرض الواقع؟ بالتالي احنا عندنا الخبره دي وعندنا الكفاءه دي، احنا عندنا يمكن يعني ده من ضمن الاسباب اللي انا شايف برضه ان اختيار مصر تبقى رئيسه للدوره القادمه. احنا عندنا خبره كبيره جدا في فض المنازعات، ومناسبة انا عضو في لجنه فض المنازعات في الاتحاد في البرلمان الافريقي. احنا عندنا خبره في فض المنازعات زي ما نجحنا في الوفاق اللي حصل في جنوب السودان، الوفاق المصالحه اللي بتتم حاليا في ليبيا وفي سوريا وفي ما بين فتح وحماس، فعندنا يعني مختلف الاتجاهات وناجحين في هذا النزاعات في فضها ومصالحات ما بينها. واعتقد ان احنا عندنا اكبر قوه حفظ السلام في القاره الافريقيه موجودين من مصر، وعندنا كفاءات تدرب وكفاءات انها يعني تستدعي وتستضيف دورات تأهيلية لهذا المجال. فأنا بتخيل أن يعني الجو مهيئ تماما لقيام مصر بدورها في هذا الاتجاه، خاصة أنا برضو ليا تعليق على موضوع الإرهاب. الإرهاب في القارة الأفريقية مش حديث، الإرهاب متوارث منذ القدم، لما كانت القبائل بتغير على بعضها البعض بالأسهم والنبال والسيوف، وده إرهاب كان متواجد، يعني الإرهاب متوارث. يعني احنا لو احنا الإرهاب جانا حديثا فالإرهاب في القارة الأفريقية بقى له فترة طويلة، ولكن احنا بنستطيع في الوقت الحالي نتصدى لجميع أوجه الإرهاب يعني الحمد لله. هو يعني مع اختلاف الشكل يمكن والاستراتيجية والفكر اللي بدأ دلوقتي احنا يربوا عشانه يعني الإرهاب. احنا زمان لما يعني كنا حتى في المدارس نلاقي إرهاب ده عبارة عن ايه؟ اختطاف طائرة عربية مفخخة، نعم، احتجاز رهائن، رهائن فسفارة، قطر، مركب،
النهارده لقينا الارهاب عباره عن جيوش. النهارده الدول جيش دوله زي ما حضرتك قلت بالظبط اختطاف يعني. وكمان النهارده جيوش بتحارب بعض يعني، ده جيش ارهابي بيحارب جيش دوله. فالنهارده ولكن الارهاب مش هينتهي في يوم وليله، ولا هينتهي الا بالاراده السياسيه، الاراده السياسيه الدوليه، لان الارهاب ده بيمول من دول العظمى ودول كبرى. وطب الجماعه دول بيجوا منين؟ الارهابيين دول بيجوا منين؟ قوات داعش دي بتيجي منين؟ مين بيدربهم؟ مين بيسلحهم؟ مين بيصرف عليهم؟ مين بيعالجهم؟ العلاج بيتم في مستشفيات ميدانيه، طب مين وراء كل هذا النظام؟ فاذا هذا الكلام مش هينتهي الا لما يكون في اراده سياسيه. طالما الاراده السياسيه بتدعم الارهاب يبقى هيبقى فيه صعوبه مش بالسهوله دي. طيب استاذ رمضان، يمكن الفتره اللي فاتت شهدت توتر شويه في العلاقه ما بين مصر والسودان، كيف يمكن تقريب وجهات النظر في الفتره القادمه لازاله هذه التوترات واختلاف وجهات النظر في عده امور؟ الحقيقه ان كان لقاء وزيري الخارجيه بين البلدين سكر مرحله مهمه، خاصه انه جه في اعقاب توتر اعلامي مصر السوداني. يعني للاسف يعني برضو يعني دايما هناك توصيف كده العلاقات المصريه السودانيه، علاقات راسخة وقوية على مستوى الشعوب ومتميزة على مستوى القيادات، لكنها فعلا متوترة إعلاميا. وللأسف من يتابع الإعلام السوداني في السنوات الأخيرة، وأيضا يعني أنا لا أبرئ الإعلام المصري في بعض التجاوزات يعني كان نكون منصفين، لكن الجديد في الساحة الإعلامية السودانية هو وجود نفس إعلامي مختلف تماما عن طبيعة الشخصية السودانية. يعني دائما الشخصية السودانية هي شخصية تميل إلى التصوف الروحي النقي، لكن وجدنا للأسف في ربما السنوات الأخيرة أو السنة الأخيرة يعني نوع من التجاوز مع مصر يصل في بعض المنابر الإعلامية إلى حد السباب والشتم، وهذا مختلف تماما عن الطبيعة السودانية. وبالتالي نحن أمام ملف مهم هو التوتر الإعلامي، وبالتالي احتواء هذا التوتر الإعلامي هو المقدمة الحقيقية للحفاظ على العلاقات التاريخية بين الشعبين. من هنا كان تصوري مين المسؤول او المنوط عن احتواء هذا القيادات السياسية البلدين؟ يعني اسمحي لي، حكومه البلدين، حكومه مصر والسودان مسؤوليه مباشره عن احتواء هذا التوتر الاعلامي. لماذا؟ يعني كان نكون منصفين، يعني انا لا ازعم ان هناك حريه اعلاميه كامله في السودان، وبالتالي برضه ولا ازعم ان هناك اعلام غير موجه بشكل او باخر لدينا. يعني لدينا اعلام حر ومستقل، لكن برضه تستطيع الدوله المصريه ان تفرض سيادتها وإرادتها في توجيه الخطاب الإعلامي انطلاقا من ماذا؟ ليس انطلاقا من تقييد حريات، وليس انطلاقا من تلقين أو توجيه، ولكن انطلاقا من مصالح الاستراتيجية للدولة المصرية. بمعنى أنا حينما أتحدث يعني في لحظة معينة الخطاب الإعلامي سبب لنا مشاكل مع الطرف الأثيوبي في ملف سد النهضة، وكانت هناك إشكاليات كبيرة في هذا الملف نتيجة انفلات إعلامي، نتيجة عدم فهم البعض لضوابط المصالح الاستراتيجية المصرية. فأنا عندما أتحدث في اللحظة الراهنة عن أن هناك مصالح عليا للدولة المصرية تتعلق بالعلاقات مع السودان والشعب السوداني وتتعلق مع دولة أثيوبيا، يجب عليها ضبط الخطاب الإعلامي الموضوع. نحن نتحدث عن مصالح استراتيجية، هذا جانب. ربما وزيري الخارجية كانوا أشاروا بشكل واضح جدا جدا إلى نقطة مهمة، العلاقات، وصفوها بهذا اللفظ، العلاقات المقدسة المصرية السودانية، العلاقات المصرية السودانية، وهذا يعطيها قدسية خاصة. فأنا أتصور أن دي مقدمة مهمة. الحديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البشير، وهنا نحن أمام مفارقة غريبة جدا، ألا وهي الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الرئيس البشير 20 مرة تقريبا خلال 4 سنوات، يعني تقريبا أكبر عدد من القمم الرئاسية بين البشير والسيسي. ورغم ذلك، ورغم العلاقات التاريخية، ورغم العلاقات الشعبية، حدث التوتر الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة، وحدثت ملاسنات في ملفات مختلفة، سواء تعلق بملف سواكن، سواء ما تعلق بوجود قوات على الحدود بين مصر وبين السودان وإثيوبيا وإريتريا إلى آخره من هذه الملاسنات. وبالتالي الحديث عن لجنة بين البلدين، أنا لا أميل إلى فكرة اللجان يعني بشكل كبير، ولكن ربما تدخل برضو القيادة السياسية في البلدين مع ضبط الخطاب الإعلامي مع احتواء هذه التوترات، أنا أتصور أن احنا سنساهم بحلحلة هذه الأمور. أنا دايما أميل لنقطة مهمة، البحث في المصالح الاستراتيجية بين الدول، ما بين مصر والسودان بعيدا عن التاريخ والثقافة والحضارة، لا، لدينا مصالح استراتيجية. يجب أن كلا البلدين يحافظان على هذه المصالح الاستراتيجية في ملفات كثيرة، منها ملفات الأمن، ملف الإرهاب، ملف المياه،
بما يضمن في النهاية التقاء المصالح الاستراتيجية. في السنوات الأخيرة لدينا المعابر البرية والبحرية بين مصر والسودان، وهذه المعابر لها أثار اقتصادية ضخمة جدا، ليست على مصر والسودان فقط ولكن على القارة الأفريقية باعتبارها منفذ مهم من نفاذ السلع والبضائع للقارة الأفريقية. طيب أستاذن حضراتكم، خلينا نروح يعني نشوف انفوجراف عن الاتحاد الأفريقي ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. ينضم إلينا هاتفيا من أديس أبابا الأستاذ إسماعيل جمعة، محرر شؤون الرئاسة في الأهرام. أهلا بك أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. يعني حدثنا وأنت من أديس أبابا داخل أروقة انعقاد يعني القمة اليوم، حدثنا عن يعني أهم التفاصيل وأهم الكلمات التي وردت أيضا للزعماء الذين شاركوا في هذه القمة. الحقيقه هو اهم حاجه النهارده حصلت في القمه هو انتخاب مصر بالاجماع لرئاسه دورتها في الاتحاد الافريقي لعام 2019، وده كان نتيجه صراحه جهود كبيره قامت مصر بيها خلال السنوات السابقه، وتكليفا بجهود السيد الرئيس السيسي في بدء جسور التواصل بين مصر وبين الدول الافريقيه. نعم. وكمان كان في جلسه قمه مغلقه سبقت الجلسه العامه بحضور جميع زعماء القاره، طالب فيها الرئيس السيسي بالتنسيق يعني بوجود تنسيق بين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الفتره القادمه، ولجنه المندوبين الدائمين في الاتحاد الافريقي، وذلك بهدف تذليل كل العقبات لتنفيذ التوصيات اللي بتخرج بيها القمم الافريقيه في الاستاد. نعم. طيب يا فندم، يعني كان هناك كلمات عدة لمن شاركوا في هذه القمة، لعل أبرزها يعني كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أيضا كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأيضا كلمة سيادة الرئيس الفلسطيني أبو مازن. يعني أبرز الكلمات أو يعني النقاط التي أشار إليها كل منهما. الأمين العام للأمم المتحدة أكد في كلمته النهاردة أن دول القارة الأفريقية بتمتلك القوة والكفاءة لتحقيق التقدم والارتقاء بالدول الأفريقية وبالشعوب الأفريقية. وأكد استعداد الأمم المتحدة على مد جسور التواصل بينها وبين الاتحاد الأفريقي لتسهيل عملية الإنماء وتسهيل عملية الارتقاء المنشود. رئيس الفلسطيني أبو مازن أكد أن قرار أكد أن دائما الدولة الفلسطينية كانت على استعداد للسلام، ولكن قرار الرئيس الامريكي متعلق بالقدس جعل امريكا طرف غير محايد ومنحاز لاسرائيل، وطالب بجميع الدول الافريقيه بالمزيد من الدعم للقضيه الفلسطينيه لتحقيق الاستقرار في المنطقه، ودعا كمان يعني بتمنى بمعنى اصح ان الشعوب الافريقيه تذهب الى دوله فلسطين المستقله. نعم. حدثنا ايضا يا فندم، يعني غدا ان شاء الله هتكون هناك انعقاد لقمه ثلاثيه مصر واثيوبيا والسودان، يعني اهم ما سيتم وروده في جدول الاعمال الخاص بهذه القمه الثلاثيه. هو فعلا من المنتظر ان يكون في قمه ثلاثيه بين الرئيس السيسي ووزير ورئيس وزراء الاثيوبي ورئيس السوداني عمر البشير، هيبحثوا خلالها عدد من الملفات المهمه وعلى راسها ملف الامن المائي لمصر، ولا يخفى على احد مساله بناء السد النهضه الاثيوبي. بالتاكيد دي مساله بتشغل الراي العام في مصر وفي اثيوبيا، واعتقد ان شاء الله انه هيخرج
الزعماء الثلاثه من هذا الاجتماع يعني بمحددات تنهي حاله الجمود الكبيره اللي كانت مسيطره على الوضع في الفتره دي. إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إسماعيل جمعة من أديس أبابا، محرر شؤون الرئاسة في الأهرام، شكرا جزيلا لك. بالعودة مرة أخرى لحضرتك يا سيادة اللواء، يمكن هنتحدث شوية فيما يخص الإرهاب بقى تحديدا. عندنا الأزمة الليبية لها أهمية كبيرة جدا في مصر بسبب مسألتين، خلينا نتكلم أولا عن الإرهاب، ثانيا عن الحدود المتخمة، الحدود الغربية، وهي حدود كبيرة جدا. مصر كمان بتبذل الكثير والكثير من الجهود المضنية من أجل لم الشمل الليبي. رؤيتك ايه للازمه وايضا الحلول المقترحه يعني تدارك هذه الازمه وحلها سريعا؟ طبعا يعني رقم واحد لازم يكون في اراده دوليه لوضع حد لهذا الارهاب اللي متواجد في هذه الدوله. الحاجه الثانيه ان لابد الامم المتحده مجلس الامن يعني يتراجع في قراره اللي هو واخده، اللي هو يعني حظر السلاح للجيش الليبي. يعني طب مين هيدافع عن الجيش لو انت حطيت هذا الشرط؟ طب ما السلاح بيتوافد على الجماعات الارهابيه وعلى الجيوش الغير نظاميه. طب وبعدين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا كمصر كرئاسة دولة مصرية عندنا مبدأ ان احنا مع الشرعية الليبية والحكومة الليبية والجيش الليبي، ومن هذا المنطلق احنا بنأمن حدودنا مع الجانب الليبي تمام، لان احنا بيجينا من هذا الباب طبعا تسربات إرهابية. وزي ما شفنا ما عندنا كان الحدود الجنوبية الملاصقة مع السودان وتشاد والحتة دي كانت للأسف الشديد يعني منفذ واسع جدا لتصدير الإرهاب لهذه المنطقة. فالنهارده احنا الحمد لله في تأمين لهذا الوضع. وزي ما بقولت حضرتك احنا نجحنا في كثير من الـ يعني المحاولات او الخبرات الإرهابية في هذه المنطقة، وده اللي احنا بنقول عليه، ما احنا بننقل خبرتنا لهذا الاتجاه او لهذا الحدود الغربيه بصفه خاصه. ولكن الى متى هنفضل بهذا الشكل طالما في ارهاب مستمر ونقل خبرات وارهابيه للمنطقه دي عابره للحدود، وللاسف مش حدود، عابره للقارات يعني. فيعني ده طبعا بيدينا طبعا يعني انطباع ان الوضع مش هيتم حله بهذه السرعه بسهوله بشكل سريع. بالاضافه الى ان هناك مخطط لوضع مصر في تحت يعني يحيط بها حزام ارهابي منتشر بقى عفوا شرقا وغربا يعني ليبيا. يعني اول مره نسمع ان في بوكو حرام وصلت لغايه الكونغو من حوالي شهرين، في 14 ضابط من قتل الامنيات قتلوا منهم ضابط مصري. النهارده شايفين في الصومال السودان ايضا في يعني في كلام كده ان في طبعا هناك معسكرات وفي ناس بتتدرب وفي حاجات مؤكده وبتاع. بس عايزين طبعا نتطرق لهذا الباب مع الاشقاء السودانيين لغايه اما نشوف المؤتمر بكره ان شاء الله. طبعا الصومال حك شايفه الوضع لسه كان في تفجير قريب. فاذا الارهاب بيحيط بمصر من جنوبها وشرقها وغربها. فيعني احنا في موقف لا نحسد عليه، ولكن في قوه يعني زي ما سيادة الرئيس بيقول انا ما عنديش مشكله مع مبارك، مشكلتي هنا داخليا. انا عايزين ان احنا كلنا نبقى متحدين وطنيا عشان نقدر نصد اي خطر يهدد الدوله. ويعني انا بتخيل ان سيادة الرئيس السيسي يعني النهارده من يعني من سنه تقريبا كان منح افريقيا 1000 بعثه عسكريه للاشقاء الافارقه. فدي بلا شك بتدي انطباع ان قد ايه مصر متعاونه في هذا المجال مع مختلف دول القاره وشباب القاره. الشباب في القاره الافريقيه يتعدى ال 260 مليون شاب. فلابد من الحفاظ على هذا الشباب على فكره وعلى ثقافته، وده مش هيتم الا بتوحيد الجهود
الأفريقية بالكامل. تمام. فكريا وثقافيا. فده دي نقطة، ان انت عشان حاجة تقدر تقاوم الارهاب لابد من بجانب العنف لازم يبقى فيه ثقافة وفكر. تمام. طيب ايضا استاذ رمضان، يعني هناك ازمات كثيرة سوف يتم يعني طرحها على طاولة القمة والمباحثات، لكن اهمها زي ما قلنا وذكرنا الازمة الليبية، وخصوصا هناك تقرير لجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا. ايه الدور المنوط بدول القارة الافريقية للعمل في هذا الموضوع وهي ازمة الليبية؟ يعني انا حابب بالاضافه لاشاره الازمه الليبيه، هناك مبادرتين مهمين جدا اعلن عنهم الاتحاد الافريقي في هذه القمه. ربما مبادره اعلان سوق النقل الجوي الموحد في القاره الافريقيه، وهذا تطور مهم من تطور العمل الافريقي. يعني طبقا لاجنده 2063 فكره تحرير الاسواق الافريقيه من المقرر طبقا لبيان المفوضيه الاتحاد الافريقي أن سيتم إطلاق هذه المبادرة من 23 دولة من دول القارة الأفريقية بينهم مصر بطبيعة الحال. يتم الإعلان عنها، يتم الإعلان في نهاية في المؤتمر الختامي للتبنيها الرئيس رواندا. بالظبط. وده جزء من الإصلاح الهيكلي الرئيس بول كاجمي فيما يتعلق بإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي. وهنا دي نقطة يعني مهمة، يعني فكرة المراجعة أو زي ما بيقولوا كده البروسترويكا الإفريقية ومراجعة الذات داخل الاتحاد الأفريقي، لأن هما بيتكلموا عن قضيتين أساسيتين، قضية التمويل المالي وداخل الاتحاد الأفريقي وقضية المناصب داخل الاتحاد الأفريقي. ودي قضية في غاية الأهمية يعني، وللأمانة هناك جهود تبذل على مستوى من قبل الرئيس بول كاجمي في الملف ده، مسألة في غاية الأهمية. المبادرة الثانية أعتقد أن هناك مبادرة إفريقية للطاقة المتجددة أشارت إليها لجنة مفوضية البنية التحتية والطاقة، بالمناسبة هي مصرية دكتورة أماني أبو زيد مسؤولة عن هذا الملف في القارة الأفريقية، ودي نقطة تحسب أيضا للتحرك المصري. يعني أهم الملفات ملف البنية التحتية والطاقة في أفريقيا يسند إليه إلى مفوض مصري، وأتصور أن ده يضاف للرصيد المصري. أعود كلام حضرتك للملف الليبي. أنا أتصور أن أحد أبعاد الأزمة الليبية، طبعا هناك الترويكا التي نعرفها، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي المعنية بالأزمة الليبية، بجانب وجود مصر تحديدا في دول الجوار الليبي والتي تشترك معها تونس والجزائر بعض الدول الأخرى. أتصور أن الأزمة الليبية بالأساس وانعكاساتها، يعني انعكاساتها إفريقيا قد أخطر. يعني طبعا يعني نحن في مصر احنا انعكاستها في مصر كانت هي الاشد، لكن الازمه الليبيه انعكاستها كانت ايضا افريقيا، بحيث ان اصبحت مخازن السلاح ومستودعات السلاح في القاره في ليبيا تنطلق للقاره الافريقيه. تمام. وبالتالي جزء كبير جدا من الازمه الليبيه في مالي تعود الى انتشار الجماعات المسلحه وانتشار السلاح الذي خرج من ليبيا. جزء كبير جدا من الوضع الملتهب في تشاد يعود برضو في جزء من السلاح، وبعض العناصر التي كانت موجوده في ليبيا بشكل او باخر من الطوارق تعود برضو للازمه الليبيه. ومن ثم يعني هذا يرتبط في تصوري بالطرح المصري اللي اشار اليه سيادتي اللواء منذ قليل بخصوص الرؤيه المصريه للاوضاع الامنيه في الساحل والصحراء. نعم. وجزء ليبيا ومنطقه الصحراء الكبرى مساله مهمه جدا من الناحيه الاستراتيجيه. وبالتالي طرح مصر لما طرحت تدريب 1000 ضابط شرطي افريقي في اكاديميه في القاهره مساله مهمه، لان في النهايه القضيه الليبيه متشابكه ومعقده. عناصر الداخل لها ارتباطات بعناصر الخارج. هناك دول خارجية تتفاعل بقوة مع الأزمة الليبية، يعني رغم البعد الجغرافي بين قطر وتركيا لكن لديهم أزرع داخل الأزمة الليبية. العناصر الأزمة الليبية لديهم تحالفات خارجية مع قوة مختلفة، وبالتالي التشارك هنا يعني التشارك بقى سواء أمر حتمي وضروري إذا أردنا حل، إذا توفرت الإرادة السياسية. وربما كانت مصر حينما بالتعاون مع دولة الإمارات لما استضافت الزعماء او الفرقاء الليبيين انجاز التعبير وتم الاتفاق على تعديل اتفاق الصخيرات كانت مساله مهمه، لكن للاسف برضو حتى هذه اللحظه لم يتم هذه التعديلات ان تدخل على ارض الواقع. لان انتهى وقتي في 30 ثانيه سياده اللواء، توقعاتك ايه بكره لانعقاد القمه الثلاثيه؟ واهم مخرجاتها طبعا. توقعاتي سريعا. والله انا اتمنى يعني ان يكون نطلع من هذا المؤتمر ب يعني قرارات حاسمة، قرارات إيجابية لحل هذا النزاع. أنا بقول النزاع يعني حتى يعني مش عايز أقول النزاع، ولكن لحل هذا الـ يعني الخلاف اللي موجود، وأن المفاوضات ترجع تاني. يعني أهم حاجة بالنسبة لنا دلوقتي أن لابد أن الدراسات تنتهي، الدراسات الفنية تنتهي. تمام. ده لابد منه يعني. ولو كان البنك الدولي هيشترك فده هيبقى إضافة إيجابية جدا
عشان يبقى في نوع من الصدق والشفافيه داخل اللجنه الثلاثيه. فاتمنى ان يكون هناك يعني كلنا متفائلين يعني ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام سياده اللواء حاتم بشات عضو لجنه الشؤون الافريقيه بمجلس النواب وعضو البرلمان الافريقي، شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا. ايضا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ رمضان قرني مدير تحرير دوريه افاق افريقيه الصادره عن الهيئه العامه للاستعلامات، شكرا جزيلا لك يا فندم نورتوني. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه حلقه النهارده من راي عام، بكره ان شاء الله حلقه جديده، اشوفكم على الف خير.